السلام عليكم، ياكم محمد من قناة ام اكرت. ان شاء الله عندنا حلقة 17 من سلسلة اكس اتيرنال، ان شاء الله تنال اعجابكم وخليكم مع المقطع. هلا بالشباب، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير شباب. انا صراحة سويت ورا الكواليس كم شغلة حلوين، وادري صار لي فترة مو منزل لان حاشني ظروف الصراحة، في مشاكل حاشتهم بالبي سي وهالامور، وكان البي سي قام يهنق 100% قام يعلق وياي، مراضي يشتغل ولا اقدر اصور، كما اصور صار عندي مشكلة ثانية عرفتوا. فحصلت كريستال اللي قعدت الفترة خلف الكواليس قاعد ضبط كريستال. هذا البوس سويناه حلوين، بس لما يضبط البوس احنا شو نسوي؟ دقيقة، كم واحدة عندي حق دقيقة اوكي. انا الحين في مشكلة، اوكي حيل مشكلة، يعني الحين نحتاج نسوي لنا نضبط لنا قصدي كم واحدة عشان نقدر نروض لنا. انا بخاطر اروض ركس، فمن كذي ودي اروض ركس، راح نحتاج وايد سوالف. تقدير ما عندي بعد يا عمري. الفا اوكي، انت لح ما ضبطتك ولا شنو وضعك؟ اي والله ما ضبطتها. هذا الالفا لا ما احتاج كذي. تعال داخل كرة نطير فوق، لازم نخدر لنا هالمرة. بسوي ركس، يعني الركس حاليا لينية خدرة، اروض لي ركس عشان طق بوس المزرعة فيه حلوين، ونجرب دمج الركس لانه لح ما خذيت ولا ركس انا لما الحين، يعني وضعي شلون اقول لكم اياه، يعني الشباب كلهم خذوا ركس وضبطوه لا بس انا بعدي حلوين. فخلنا ناخذ لنا ركس اليوم وخلنا نشوف. دقيقة واحدة، مات هذي مات الفا، ايش كثر عندي منها؟ ما ادري ولا واحدة هذي. اوكي ما عندي مشكلة، بس شنو يحتاج؟ البير اللعين، هذا الشيء قثيث لما حصله حيل يغث. هذا ما ادري مات شنو، قطها داخل ما احتاج الحين شنو وياي. هالبيري لازم اجمعه مرة ثانية وثالثة ورابعة، بس لما اخلص المزرعة اسوي التنسخ، انسخ البيري حلوين. بس ما دام الحين ما عندي بيري، فنشوف هذا التقدير كم واحد تحتاج بعد. اوكي انت مال التقدير هاك سو اشتغل يا فندم. ايوه مزبوط يا بشر حبيب قلبي. طلقات ما عندي طلقات، مان لا تقول خلصوا الطلقات من اي والله من وراء هذي. انت يا حلو هني سوي طلقات. رايفل لا مو هني، طلقات عند الحلو هذا حلوين. نسوي لنا طلقات، شنو يحتاج الطلقات؟ اوكي بارود عندي ايش كثر هني، بس اوكي ما عندي بنزين. وين البنزين عاد؟ الغاز ما عندي. اوكي نسوي لنا بنزين لازم، وين طوال هالمواضيع. اوكي عندنا بنزين هني حلوين، عطني نصه اقطب الماكينة عشان نضبط لنا الوضع. اشتغلي حلوين، انت لما تضبط لي اياهم خروح نلفل لنا الوحش الاسطوري مالنا اللي يقولون ناس تخديره خيال، وايد ناس قاعد تقول تخديره خيال، اخذه انت عندك اياه خدر فيه. ما راح اخدر فيه وايد، اهم تخدير اهم شيء عندي بالتخدير شيء ثاني مو هو صراحه، فبس لفله وارجع لكم ان شاء الله. الشباب بعد ما بعد ما لفلناه وركبنا له السدل، يعني دمه كم دي واحدة خلنا نشيك الدم حلو 7 مليون. الحين بحاول بويزن ان شاء الله يضبط ويانا، يعني ضبط 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 حلوين. تحول بويزن حبيب قلبي، تعال 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 تعال، انت وين رايح؟ يا الله ادعم الطوفة ادعم الطوفة. ايه حلوين، بعد ما ركبنا له سدل ولازم ارد الفله يا عمري. ليش كذي ليش؟ يعني لازم الف الورد الف الورد. قبل الف له خلونا نروح اول شيء نضبط الوضع اللي فوق. انت ما دام اخذت طلقات اخذت بارود موجود، ايوه وقف هذا حبيب قلبي انت يا اخي. هذا شيء قوي يعني مو شيء عادي، يعني حيل مو شيء عادي. يعني حاليا نضبط لنا بارود طلقات اوكي 200 وشيء، لما تخلص لا دقيقه ما راح اطول، راح اطول الثانيه كنا شكله هو. انا خلب الوحش وحش لفل ماكس ان شاء الله، واكون مسوي الطلقات ونطير على طول. كنت كم التصوير وانا طاير رايح نسوي الشغل في الباجي، روض لنا ركس. يلا شوي وراجع لكم شباب. حاليا حددنا موقع اول وحش راح ناخذه الركس الفا ليفل 600 حلوين. الفا ركس 600
يعني الوضع المفروض تمام، يعني المفروض نقدر يساعدنا نسوي هذا، نسوي المشروع اللي ببالي، يعني هو الركس اللي نخلص فيه بوس المزرعة، نخلص عليه نذبح، نشوف إذا كان قوي وايد نجربه بوس عادي، ونخلص سوالف التك كاملة إن شاء الله. إذا قدرنا نسويه بالحلقة هذه، وأعتذر مرة ثانية على سالفة التأخير، لأن كان عندي برنامج من برودكاست هو اللي أخر السالفة كلها، عشان كذي أنا ما قدرت أنزل أي شيء، لأن هو برنامج اللي كنت أستعمله حبين حق التسجيل. تكفى أحد يطقه، راح يطقه، راح يطقه، وخروا عنا، وخروا عنا، وينه؟ هات مفروض تقوم، مفروض تقوم يا ولد يا حلو انت، بس قوم، بس قوم، اهم شيء تقوم انت، بس عطني الباجي كلب 60 كلب. تعال 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 تروح تساوش لي مع خلق الله، انا ما ناقصك. شنو هذا؟ اح كذاب، اي ابيه والله ما اخليه. شباب هذا هذا اللي هيل الشباب الثانيين، هذا ترى بلوى عودة. شنو هذا قاعد يمشي وراي؟ اوكي فاير ما احتاجه. انت خروف منه ما ادري هذا ولا. السلام عليكم، انا الخرفان ما احبكم، خلاص من يوم اللي رايح ما اذبح خرفان، بذبح بقر بس، وخروا عني. يا اذيتوني فيها حير اذيه، يعني خرفان 24 ساعة يطلعوا لي، ليش ليش يعني انا شو مسوي؟ هذا بفهمه، يعني الخروف مؤذي بدرجه مو طبيعيه. حلوين حصلت الفا ركس ثاني 600، بالسيرج دورت ما حصلت الا واحد 600 اللي هذا اللي رحت روضته طبعا قدامكم. جي جي وينك يا حلو؟ الله حجي ما دا تقول لي مسدس، ما مسدس يطلع بترا، وين بترا دون مالي؟ هذا هو ايوه حجي بترا دون، تبدون نشرد هني 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 ايوه. انا اشوى ان يتروضون غير اللحم المطلوب الخايس هذا مالهم، اللحم الخايس مالهم هذا غثيث، هذا مو 600، هذا مو 600، وين 600؟ شو حطي لي هذا 600؟ شلون فهموني؟ يخرب بيتكم شنو انت؟ هذاك البرايم بعد بس خلاص، بس نام انت حلوين، ترد الكرة اح زك. 300 بذبحه، باخذ ابو 500. اح 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 دودو 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 شنو؟ يخرب بيتك، وخر عني وخر عني وخر عني وخر عني، حيل وخر عني. يعطيك 9 اشرب. ايه راح القنص هنا، اوكي المفروض يتخدر الحين لان في تنين برايم انا مالي خلقه، بس اخلص من هذا عشان اروح اقلب عليك تنين. يا حلو انت، اوكي حلو 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 حلو، وخر انت تعال. وين اللي تذبح؟ انا ما ابي اشوف رقعت وجهها. اوكي انت تعال، كم واحدة تبي انت؟ دقيقة وخر انت. يا الله اذية، والله اذية هذا، شبي اعطى ثنتين، المفروض يقوم بواحدة. ايوه حلوين 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 حلوين، وضعي سليم، وضعي سليم فوق السليم. هذا شو حطي لي اياه؟ شو يقولوا لي 600، اروح هناك مو 600، يخرب بيتك حيل يخرب بيتك، يعني مو وقتك كذا. الله هذا بس خلاص، ذبحني 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 ولا ضقاع هذا. هذا اوكي شنو هذا؟ شنو رايح يطق؟ شي امه هذا، شي امه يا عمي، وخروا عني انتو يا هالو والله. اوكي هذا وضعك شذي سمبتيك، حلوين
خلونا الحين نروح اللفلة الزوجة حلوين عشان نضبط وضعنا بعد شوي. عندنا بوس مباري، نخلص البوس هذا نشوف ظلوا عايشين وايد من الشباب، نخلص على الباجي. ما ظلوا عايشين وايد وقتها ندور لنا احد الروضة وخلي نتكاثرون حق فايت الموت، يعني فايت مو سهل راح يصير. اوكي انا ودي اشوف، ودي ادور شيء الفا، شيء غريب، شيء ما حد مجرب ماخذه. خلنا نشوف شو يعني انا. اوكي خنروح يعني نروح نشوف شنو فيه، مستحيل شيء عادي يصير. شنو العلامة التعجب تطلع لي، يطلعوا لي الساعات كلام انا ما سوى شنو هو، ما شنو صار هناك، شنو حية كبيرة وقفت وطاحت، اشياء غريبة عجيبة على السريع يعني. ما ليش ليش اللعب ما تبيني العب ولا شنو بالضبط؟ شنو جيجا؟ اوكي بس هذا شنو؟ اوكي لايت يا عمي من زينك انت، انا ما حبيتك، روضت الالي مالهم وكان زبال يعني. الايس شلون ايس ما ادري، هذين شلون اروضهم؟ خربت سالفتهم رؤية هذي 520 انا هذي ادري عنها، ما راح اصل ماكس بس بعد قلت يمكن هذا بتردون يتروض، بس شكله نار. اسمع بس ما له داعي. اوكي انت نام اح، ما شنو الطق هذا اللي طقني انا، وايد اشياء طقتني يعني مكان، بس راح يجي مرة ثانية. لي هني في واحد من المتابعين اعطاني خبر لانه هني لو تفرم راح يطلع لك الالي العود اللي شفناه قبل كم حلقة تقريبا، ولقيته بس ما عرفت شنو هذا وخليته يولي وانحشت من الخوف يعني. يعني نشوف سوالف جديدة يعني شباب، ماني قاعد على افكتات قديمة. انتو شنو فيه؟ انا اسأل بخاطر شباب جد، تبون تدرون جد بخاطر من اي تنين؟ تنين مرات مرات التك، مو مرات التك اح، والله انك شنب، انا اشهد انك شنب. على طول دافع عني. اي ريال ريال ريال، هذا شوفوا شوفوا 660 والله نار والله نار، يعني قريب الماكس. اوكي طقيته اتحرش فيه خليه يلحقني. حلوين تعال 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 بابات بابات، انت انت خلاص نايم، انت نايم افا ما نام. تعال يخرب بيتك خلاص لا تتحرك وايد غثيتني. يا الله حرب الطيران هذا خايسة، ما أحب ما أحب حرب الطيران. أي وحشته بس يلا طيح. شوف 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 سلو موشن ماله، سلو موشن رواص لي تحت. أنا وين بس وين 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 هو طاح هني، بس وين طاح ما أدري. بس وين طاح هو؟ هاي هاي وين طاح يا حلو؟ مصيبة ما تابعته وخرت عنه أنا. يا الله الشمس تبط عيني باللعبة ما أدري ليش. هذا الدارك ما بيه الروك، هو طاح هني طاح قريب، بس وين طاح؟ يعني أتوقع طاح مكان في وحوش مجين خلصوا عليه، مستحيل خلص عليهم كلهم. اوكي هذا نام، يعني ما ادري ايش اقول لكم عن هذا، خرب بيتك زين كثر ما تزق خلاص. على شنو تزق بعد؟ يعني انا الوحش طق خدرته بس ما ادري وين طاح شباب، ما يصير كذي والله ما يصير. هذا اول هذا الثاني ها بعدين هذا هو ولا شنو هذا؟ هذا روكي دريك، روكي دريك هذا مو الماكس بعد. اوكي قريب الماكس والله حلو بس ما ابي
انا ابي دريك مالي، وينه روكي دريك؟ ماي سامحتك سامحتك، حلوين. نجربك 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 انت حجي، البوس موجود بعد شوي نروح له، بس انت تعال بس بس خلاص. يعني في تنين طاح هني شباب، ما شفتوه يا قوم؟ ما شفتوا التنين اللي طاح؟ انا مو قاعد اشوف شيء بيضة، ما ادري وينه. يعني التنين ما ادري وين طاح شباب، شو المسخرة؟ يعني اخدر حالتي حاله، ولفله حلو يعني، مو لفل خايس اقول لكم اياه، عادي خيولي. شنو 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 هذا؟ ما ادري. اوكي هذا خرب بيته خفيف، يعطي فير يعطي فير، اللي يضيعني شنو يضيع هذا؟ اوكي انا لما اضيع ادور وايفرن، وايفرن لايت شيء، هو شيء وايفرن لايت وايفرن. اوكي ايوه هذا اللي هني، هذا هو فكوه ولا شنو هذا؟ اوكي تعال تعال يا غبي، انت يا غبي انحش يا اخوي عامر، انحش يخرب بيتك. شنو هذا؟ هذا بلا كم اللي سوى فين كذي؟ يبلغ العام شكله تختير 4 ملايين 6 ملايين، شنو هذا؟ اي هذا برايم. اوكي بس ما اتفقنا كذي يا برايم، شباب سوي كذي كأنك ما تدري وضعيه الهروب الحلوه. ها بس ما شي قاعد يطقني انا، تعال خلصت بلا بشكلك بلا، يعني بطق التليبورت مو راضي. وين راحت الماوس؟ يخرب بيت السالفه شباب. بعد ما ردينا البيس طلعنا الركسات، نبيهم يتزوجون حلوين عشان يخلونا يتكاثرون بسرعة، الموضوع يصير أسهل. بس إن شاء الله ما يكون اثنيناتهم إناث، أو هذا الذكر وذاك هذا النثية، ما إيش كثر راح تطول. بس أحاول أحصل 20 ركس حلوين ألفا، بحولهم لبرايم، من هذا برايم ألف برايم ركس. بحاول أشوف شنو يصير وياي، وأتمنى إذا حد عنده معلومة عشان أطور فوق البرايم، ما أدري شلون هي، هي فيها طريقة تطوير حلوين. فبحاول ابي اللي يعرف لها اياها يعطيني خبر، يعني ودي اطوره فوق البرايم، بس شلون والله ما ادري، هذا انا مو عارف لها. اتمنى تساعدوني فيها، حيل تساعدوني ان شاء الله. بعد ما نغلب بوس المزرعه نضبط مزرعتنا، نضمن يطلع لنا لحم كميه كبيره خياليه حلوين، عشان نقدر نروض وحوش اكثر، عشان نقدر نروض الخروف ونروض جريفن. هذا ميد نايت شادو جريفن اللي كان عندي اياه من العرب بعد ما كسر بيس وخذاهم، ونشوف لنا شيء ثاني عشان نقدر نبلش ترويضات حق الحرب مع ابن العرب، نشوف شنو عشان نشوف الوحش اللي راح نحارب فيه. انقي وحش محدد نحارب فيه اثنيناتنا عشان نخلص الحرب بينه وبين ابن العرب، وبعدها نتحرش بحد نشوف منو نتحرش فيه. ايش رايكم نتحرش ببادي؟ ما ليش بخاطري اطق بادي شباب، ودي نتحرش فيه بس نخلص من ابن العرب، ماشي؟ بس نخلص الليفل كاثرهم الليفل وحوش، راجع لكم ان شاء الله. هلا بالشباب، شباب خلصنا رتبنا نزلنا الوحوش كلها، حاليا بس ننزل وحش المزرعه نخلص عليه حلوين، وعشان نكمل وياكم الحلقه ان شاء الله. نشوف بس وحش المزرعه وينك؟ وينك يا حلو؟ يا حلو خلصوا عليه، كم تدمجون عاد انتو؟ دقيقة واحدة دقيقة واحدة دقيقة واحدة، وينك انت؟ اح 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 اح، خسائر جسيمة حاليا قاعد تحوشني. هيل 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 هيل، هذا اللي هيل شباب شوفوه، هذا اللي هيل. صار صار شنو هذا؟ فجأة فصلتوا على المسكين، شو السالفة؟ هي هي شو السالفة؟ هذاك هذاك يا قوم، هذا 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 يخرب بيتكم يا كلوب، شو قاعد تسوون؟ طقوا لي برايم، طقوا لي برايم من نص الجيش مات. يا الله شنو هذا؟
هذا شلون يهني بعد؟ يا الله، غباء غباء اللي صار، مو طبيعي. انت الحقني 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 الحقني، وين ربعك انت؟ هاي جايه، هذاك الهدف. يا الله، انت شنو شنو غبي؟ بفهم الصار، انا فريقي كله مات. اح اح والله واللي انا فريقي وينه؟ سؤال، فريقي وينه؟ كلهم اختفوا؟ كلهم؟ يعني ما ظل لي احد؟ احلف فيه؟ وينك وينك انت يا وايفرن؟ ما ايش كثر الدمج؟ تشوف كم الدمج اول شيء قبل لا ادش على الوحش. 18000 بس. لا مو من صدقك، تكفى يعني بوس قدامك انت، انت تدمجي يخرب بيت الحال. ويع ويع ويع، الحين عشان ارجع نفسي وياه شلون؟ هذا كم؟ شوف اذا خرب ماكس ليفل باخذه الحين، مو ماكس ليفل بس يسوي شيء يعني، بروح يدمج كم مليون على الاقل بدل الفشل اللي تفشلت حاليا. عرفته؟ جد تفشلت يعني، حيل حيل تفشلت. خرب بيت سالفتك الغبية. الكرس روض عدل يعني، مو جاي تروض، الناس ما تروض كذي. اح اح، يحرق يحرق الزق يحرق. يعني خلصت من واحد يا للثاني. يلا اي ما يمشي لعبي خارة. 18000 بس يدمج، مو من صدقك. تكفى والله مو من صدقك، 18000 تدمج بس تنين وحالتك حالة. 18000 شنو هذا؟ هذا شنو؟ ما اقدر ارمي وانا طاير. يا الله شنو المسخرة هذه؟ حلوين حلوين، يعني وضعي سمبتيك حيل. نشوف هذا لو طقيته اليسار الحجر. تني كم يخدر؟ تكفى 12000 الثانية. يخرب بيت السالفة الخايسة، شد دبس الغبية اللي اندبستها. هي شد دبسه يعني، لا الوحش الاول ولا الوحش الثاني ولا الثالث. شو المسخره هذه؟ ويع ويع ويع، وهذا حيل غبي لاعبي يعني، لا اقدر ارمي من فوق يا ولا تنين. انا اسف بس انت ازبل شيء موجود باللعبه، لما الحين انت ازبلهم يعني. ها شلون طلع هني؟ هذا السؤال، ها شلون طلع هني؟ يعني اذبح البرايم يطلع لي هذا؟ خلص عليه والله، خلص عليه بطقة واحدة. فشنو الحل حق هالحيوان؟ ما ادري يعني، انا قعدت ربع ساعة تقريبا ونص ساعة بس عشان يتكاثرون والفلهم بعدها. حلوين، طلعت عيني السالفة هذي. هذا يجي دبارة مبردة بطقة واحدة يخلص عليهم كلهم. شنو باقي اللي عندي وحوش يقدر يفيدوني يعني بالسالفة؟ عندي بيض، مو ما عندي بيض تعرفون يعني. هذا الدمج عالي زين. اوكي بلا سدول خارا، و لازم ارجع البيس اسوي سدول وارجع لحق الوحش هذا المريق اللي هني. يعني بفهم هاي شنو اسوي له، شنو اسوي له؟ بفهم، فهموني ان الوضع حيل مسخره، حيل حيل صار مسخره يعني. الركسات طرشتهم على الوحش، هدوا الوحش وطقوا شيء ثاني. شو المسخره؟ ها بفهم شو المسخره اللي صارت. انت شنو اسمك بعد؟ روك روك دريك. هذا وينه؟ هذا هو روك دريك، مفروض هذا هو. اوكي مفروض، ما ادري كم يدمج، ما اتوقع راح يدمج ربع مليون او نص مليون. حلوين،
فاندبست حيل اندبست، يعني تعال رجع نفسك دش بالطوفة، يعني عرفت دش بالطوفة الحين. فنشوف آخر مكان أنا كنت فيه، فنشوف إذا فادني ولا لا، ما أدري يفيد ولا لا. خنشوف إذا دمج عالي راح يفيدني، ما راح يدمج عالي ما راح يفيدني وايد. 100 200 ألف تقريبا، لا مو ما يدمج عالي، والله احتاج مليون دمج. اح 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 يخرب بيته يخرب بيته، شنو هذا؟ شلون بطقه؟ ما ادري شلون بطقه، دبس دبسه مو طبيعيه. الحين شباب شنو اسوي للحيوان هذا؟ يعني دمه خيال. مشكله يتخدر، سؤال لو طقيته يتخدر. اختفي ما يشوفني، بس كذا راح اطول. اوكي بحاول اجيب له وحش مثلا خروف. حلوين خروف يدمج وايد مليون شيء، او اجيب له خلينا نشوف الجريفن اذا لقيته زين. انا لاعبي مو مختفي اوكي ما حيطقني ولا حد يدري عني، بس مصيبة قاعد يش بالطوفة، يعني قاعد يش بالطوفة درجة مو طبيعية. شنو اسم الخروف هذا؟ يا صيد انت زبال. واو خروف وينه؟ ما ادري وين الخروف، يعني كان في خروف هنا. يا خروف وينك يا خروف؟ محتاجك الحين. اوفيس هالوين ليفل كم ليفل هذا؟ هذا كم ليفل بفهم؟ لا مو هذا هو، يخرب بيتك قاعد يتكاثرون. اسمع مو صايد وين الاصلي هذا هو سته. لا هذا مو هذا الاصلي، هذا الاصلي ولا لا؟ اي هذا الاصلي. خلنا نشوف اقدر اروضه، يخرب بيته يعني لو اروضه يمكن احتمال ينقذني، بس شلون مو قادر احوشه ما ادري. يعني انا قدامه هذا وجهه، شلون مو قادر احوشه؟ يلا هذا من وراه. ايه احلى شيء لانه ما يدري وين مكاني، هذا احلى شيء وهو معلق. وضعك انت جي جي حيل جي جي، ان شاء الله اقدر اروضه بسرعه ما تاذى فيه، يعني بروحه غثيث هو وانا منقذ حيل منقذ عشان ها التبن هذاك. اوكي هو ما يدري وين مكاني، خي يطلع كل شيء بس ما يدري وين مكاني. وضع زين كذي تمام، او يدري وين مكاني بس انا ما اقدر اسوي شيء يعني ولا شنو بالضبط. اوكي الحين بينحاش، لا تركض انت بسرعة عشان لا تجيب لي العيد. وين راح هذا؟ وخر عني انت. كهو خي اوقف بس، لا مو هذا هو، وينه؟ وين راح؟ خرب بيته كرهه علي. حلوين حشته خلاص، نام 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 خروف نام بس. حلوين نام 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 نام. وين اللحم؟ وين اللحم؟ وين اللحم؟ هاك هاك بس اصحى بس اصحى. ايوه هذا المطلوب منك. حلوين تعال كرة. اوكي ما في اي مشكلة، وضعنا ناس نايس الحين. ارد البيس بس الفله، خلوني بس الفله هذا المهم الحين، بس اهم شيء عندي الفله. بعد ما الفله اعطيه بريتنج، ادش اشوف كم دمجه عشان ادش على الوحش. مصيبة ما عندي الاستنساخ، ما عندي اي شيء، يعني وضعي محرج محرج. شنو بعد؟ مو انت ابي هذا بس. ايوه خروف بس الحين اعرف له. شباب ارجع لكم شباب، بعد ما خلصنا سوينا الخروف خلنا نشوف شيء كم دمج قبل اطق الوحش واتحسف عليك. حيل مو وقت اتحسف عليك. كم الدمج؟ اوكي 3 ملايين. اوكي 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 طلع ربعك، وين ربعك؟ انت طلعت؟
على الجدام على الجدام على هذا. انحش 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 انحش. اطهيت اطهيت. ايه ايه صح يا خروف، والله انك جبار، قسم بالله انك جبار. ايه خلصني منه، زق عليك على شكلك، خرب بيتك يعني، لوعت كبدي وهزأت عيشتي. خرا خرا. اوف واحد وضعي حيل حيل ضايع كان، خرب شك. خلينا شنو يعطيني. اوكي شوف هذه المتل. افتكينا من شيء، اعطني وايد من هذه. اوكي احتاج كمية عشان بس شنو، عشان ما يحتاج اسوي مرة ثانية وثالثة ورابعة. ما علينا يا روحي يا عمري. شوف هذا تقريبا هي اخر واحدة، ما له داعي يعني اسوي وايد، بس ما احتاج الثانيين. اوكي حلوين، واخيرا خلصنا. طلع عيني، خرب شكله هي، طلع عيني يعني. طلعت كم واحد كلهم ماتوا، دبسني مرة مرتين. خلاص والله جد ما يصير اللعبة، ما يسالفتها كذي. خلونا نرد البيس. اخي اخيرا خلص. يس يس الحين ما ردينا البيس يعني، خلصنا مو فضل الركس يعني، الركس التعبان هذا حين مو فضله يعني، زبالة ما يسوى شيء الركس. الحين تعال انت. اوكي حطهم كذي حبيب قلب انت. حلوين حلوين، شوف 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 حلوين. شوفوها اول شيء تسوي، وين القطعة المطلوبة هذه، قطها هناك. واحد اثنين ثلاثة حلوين. وثاني قطعة مطلوبة شنو الشباب، شنو ثاني قطعة مطلوبة؟ الحلوة هذه. اوكي واحد اثنين ثلاث خلصنا. حط باجي خلص باجي، ما دام حطيت هذه الثلاثة بس انا ارتحت، ما لي شغل بشيء ثاني يعني. يعني هذه سهلة اقدر اسويها اي وقت، انا اقدر اسويها باي وقت، سهلة حيل حيل سهلة. بس هذه راح تطول وياي شوية حلوين، هذه راح تفيدني حيل تفيدني يعني. شوف شوف الالمنت اللي ما كان عندي ولا شيء صح، مو زرعتهم. هاي شوف ايش صار فيها، هذه نبينا سلفة سلفة شباب. ها هاي شوف هذه حبيبة قلبي، انا احتاج اعطيني هذه خزرة منها زيادة عشان افتك من سالفتك خايسة. حلوين شوف الالمنت طلعنا، وعندي بذور، اعطيني خزرة بعد واحدة ثانية ما يضر، زيادة خير خيرين. طيب يزرع البوب، خلص زراعة البوب كله. حلوين حلوين، الالمنت حاليا قاعد يفول، كل شغلي سمبتيك الحين، هاي شغلي سمبتيك يعني حاليا. طلع لي بالالاف. اوكي خلها تولي يعني حاليا، انا خلصت تقريبا شبه مخلص، بس باقي لي اسوي الاساس حلوين، وبس ادش اخلص الشغله هذه كامله يعني. الحين تعال كذي شوف السود ايش كثر تحتاج، هذا ايش كثر تحتاج، والله 500 مو شويه والله صدقون. هنشوف عندي اويل اي زين، عندي اويل، باقي بوليمر يبنى بوليمر حلوين يعني حاليا، بس باقي نجمع هذا نضبطها ونحط هذه الحلوة اللي راح تفيدنا، راح نقزرها نقزرها بمعنى الكلمة. بس ابي شنو شباب نروض او شنو نسوي، تبغوا نفكر فيه بعد الحلقة هذه اللي شقتني شق بطتني. ما اقول الا يعطيكم العافية على المشاهدة، واسمحوا على الاقطاع، والسلام.